اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اطباء الهواء أه حلقتنا اليوم رح تستمتعوا فيها كثير كمان مره بدي ارجع اذكركم خلي معكم قلم وورقه والله بنحكي لكم اشياء مفيده ومن حوالين البيت وبتفيدكم أه الـ 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 النصيحه اللي بدي اعطيكم اياها اليوم خلينا نبلش النصائح الطبيه الصغيره باول كل برنامج أه كثير أه بلاقي المرضى مترددين من استشاره الطبيب يعني بيروح لاستشاره وبعدين في تردد بعدين في مناقشات مع الاهل والاصدقاء هاي كلها صحيه علامات صحيه مش مشكله يعني بصير انه يكون عندكم تردد بصير انكم تتشاوروا مع اهاليكم واصحابكم بس اللي انا بنصحكم فيه اكثر إشي بليز يعني او رجاء استشيروا اكثر من طبيب هذا مش غلط ابدا، احنا بنشجع على اكثر من استشاره، مش معناته انه انت جرحت مشاعر طبيبك او ثقتك فيه قليله، بس الطب مبني على فريق، عمل فريق، بحياته ما كان استعراض رجل واحد يعني او زي ما بيقولوا وان مان شو، هو دائما تيم ودائما عمل فريق ودائما بتجمع الاطباء عشان ياخذوا راي واحد اكثر من استشاره حتساعدك انت على فهم حالتك اكثر واستفساراتك اكثر في طبيب يعني الاطباء زي بقيه البشر في شخصيات في طبيب بيحكي كثير في طبيب بيحكي قليل في طبيب بيشرح على الكمبيوتر في طبيب بيشرح بالحكي في طبيب بفضل انه يعطيك نشره تقرأها وترجع له أنت بمفهومك هذا كله طرق صحيحة وصحية لعلاج لا أو لتوعية المرضى فأنت لما عندك استشارة طبية بالعادة ومش عم تحصل على قرار نهائي او مش عم تقدر تتخذ القرار النهائي، احنا كثير بنشجع اكثر من استشاره، تشوف اكثر من طبيب من اكثر من اخت... من اكثر من اختصاص، وهذا الشيء ما بزعل الزملاء ابدا، بالعكس اتوقع انه طبيا احنا مش اتوقع بعرف انه طبيا هو يشجع عليه، الاكثر من راي انت بتساعدك على الاختيار الخيار الصح اللي بيجمعوا عليه مثلا انت شفت اربع دكاتره، اربع استشارات، وثلاثه اجمعوا على هذا الشيء على انه الخيار الاول الافضل فانت بتصير قادر على انك تقول والله رح اعمل هذا الشيء شكله اجمعه عليه وممكن تكتشف انه طبيبك اللي انتقيته باول مره كان كلامه سليم وترجع له لاول لا طبيب ما فيها مشاكل ابدا. هلا الشيء الثاني لما يمر عليكم معضله ان انتم ما عم تحصلوا على تشخيص وهذا اللي سمعته من اتصال بالحلقه الماضيه وصراحه صدمني يعني كيف مريض بيحكي مع طبيب صار له 15 سنة كان أتصور حسب ما قال صار 15 سنة عم بيزور أطباء ومش قادر يمشي ولهلا ما أخد تشخيص مش ما أخد علاج مش مشكلة أنا بدي أحط العلاج على جانب ما أخد تشخيص هلا انه ما ياخذ تشخيص هذا في شيء غلط بالسيستم كله يا اما المريض مش حابب التشخيص او فعلا ما عم بيعطوه تشخيص بالحالتين، بهالحاله انا بشجع المرضى اللي عندهم امراض مستعصيه أو تشخيصها صعب يتوجهوا, يتوجهوا دائما للمراكز الاكاديميه الطبيه، يعني عندنا هون بالاردن مثل مستشفى الجامعه الاردنيه او باربد مستشفى الملك عبد الله الثاني أو الخدمات الطبية وهكذا في أي بلد بتكونوا فيه لما تحتاروا بالتشخيص توجهوا للمؤسسات الطبية الأكاديمية وبالأخص الجامعية يعني بكون عندهم العلم فرش أكثر تقنيات البحث أعلى مفروض لأنه هذا هو مجالهم حلقتنا لليوم حلقة بتخص مرآة الروح العين معنا أخصائي العيون الدكتور علاء الشلبي شكرا جدا على تلبية الدعوة شكرا, آه شكرا كيفك لك. اليوم؟ الله يسلمك ويخليك غلبناك بالجاية لهون ولا وصلت بسرعة؟ لا بصير الحمد بحق. لله أنا أول مرة والله تغلبت شوي <applause> كنت عارف المنطقة منيح بسرعة دكتور احنا كثير بنسمع أتصور مرضاك بيجوك حسب ما بننظر في مجتمعنا بالذات بالعين يعني اذا بدنا نحكي بالتاريخ والحضاره والثقافه الاجتماعيه في كثير خرافات عن العين تشملها اوربن ليجندز اساطير كمان هيك تولد حولين حوالين العين وبنفس الوقت في كلام جميل جدا عن العيون مراه الروح الاعجاب النظره الاولى هي يمكن واحد من اهم الحواس الموجوده عندنا يا ريت لو تحكي لنا شوي عن العين او العيون يعني يعني العين تقدر تحكي انها من اعقد واجمل الاجهزه في جسم الانسان هي تعتبر جزء من الجهاز العصبي من اكثر اجزاء الجهاز العصبي تعقيد بالتركيب الداخلي سبحان الله يعني طريقه البناء طريقه التشكيله دقيقه جدا آه القدره اللي فيها يعني قدره الفصل بين الصور رائعه جدا آه يعني فيها تفصيل داخلي معقد جدا وهذا بيجعلها واحده من اهم الحواس واذا بتلاحظ كل الحضاره قائمه على الابصار كل التكنولوجيا تبعنا قائمه على الابصار ويعني حتى من بام حتى حاليا صاروا البصم اكتشفوا انه ممكن تقليدها وممكن اخفائها يعتمدوا بصمه العين لتعقيدها وصعوبه وصعوبه العبث فيها لانه جهاز جدا معقد جدا جميل صدق المستخدمة هي هاي بصمه العين، انا بشوفها انا هاي بصمه العين بشوفها بس بالافلام <applause> لا والله ما مر علي اي جهاز حقيقي آه. يعني الواحد واحد فتح باب حط عينه يعني لا حاليا ما حتى شفتها لسه بالواقع بس شفتها بال حاليا بيبورتز. حتى في دول بتستخدمها بال بالنسبه للهجره واحنا عنا بالاردن اه اه بالاردن صح بالمطار اه دائما بقول لك طلع هيك بكون في جهاز بيستعملوها بصمه العين للهجره والسفر والتاكد من شخصيه الشخص المسافر اها اها آه هلا آه هي مخصصه كل بصمه عين زي الدي ان اي زي بصمه الاصبع يعني يمكن مش بنفس درجه الدقه للدي ان اي بس بدقه عاليه هي لا تتكرر هي يعني تقريبا تقدر تحكي انها ادق حتى من بصمه الاصبع هي ادق من بصمه الاصبع تقريبا آه. هلا آه آه بصمه الاصبع يمكن التلاعب فيها ممكن انه تتلف بسبب اي مشكله بالايدين بس بصمه العين صعب انها تتلف لانه تلف تلفت العين نفسها <applause> حتى عم بخبروني هلا بالبنوك كمان آه مستخدمه بالبنوك حتى عنا بالبلد بالارصده آه بالارصده نعم لما بيحطوا سكيورتي على الرصيد على آه آه بصمه العين بيعتمدوها اه اه بيعتمدوا بصمه العين مظبوط طيب اذا بدنا نحكي آه اذا بدنا نقول تشريح العين، إذا بدنا نفهمه للمشاهدين الأعزاء، شو شكل العين؟ أه أتصور يمكن حتى معنا، معنا صورة مخرج، معنا صورة للعين لتشريح العين هلا هلا بنطلعها بس احكي لنا شوي أهلأ. على أنا بحب أشبه العين هي عبارة عن جزء بصري أها وجزء عصبي جزء بصري وجزء عصبي الجزء البصري بيتكون من القرنيه اللي هو الجزء الشفاف اللي احنا بنشوفه اللي بعدي بيكون لون العين ولجوا منها شوي بتكون عدسه العين اللي بتعمل فوكس بتعمل تركيز للصوره على الشبكية اللي هو الجزء العصبي اللي بنقل بيحول الصوره لامواج عصبيه بنقلها للدماغ عشان يتم قراءتها بالدماغ فهي شكل كروي الجزء الداخلي منها بيتكون الشبكية والكوره إذا بدنا سهل بالمصطلحات، يعني, يعني... طابة ولا بيضة؟ لا هي كروي. اوكي، هلا معنا الصورة حتطلع على الهواء أيوه آه هاي أوكي. العين. هلا ال... إذا بنشوف الجزء الأمامي منها اللي هو الجزء الأبيض هذه قرنية العين م -م. بتعمل هي والعدسة م -م. على تركيز الأشعة وتركيز الصوره العدسة على العدسه اللي هي الخلفي. الابيض اللي بالنص هذا اللي, اللي مثل الطابه او مثل البيضه اوكي يعني. هلا بيعملوا هدول تركيز للأش... للاشعه والصوره على الجزء الخلفي اللي احنا شايفينه اللي هو الاصفر اللي جاي على الجزء الداخلي من أوه. من العين هذه هي الشبكية الشبكية بتنقل الصوره عن طريق العصب البصري اللي احنا شايفينه الخط الاصفر اللي طالع لبرا هذه للدماغ مباشره عشان مركز الابصار بالدماغ يقرا مه. الصور مه. فهلا الشبكية هي جدار هذه الطابقة او خلينا نقول ناخر هاي الطبقه القشرة الداخليه من الجزء الخلفي للطبقه بالضبط وهي هاي المركز المسؤول عن تحليل ال عن تحويل الصوره لذبذبات عصبيه تنتقل للدماغ عشان يقراها الدماغ على شكل على شكل صوره, صورة. يفهمها الدماغ آه آه مقروئه آه هلا آه اذا بدنا آه آه نقول آه مدى حساسيه العين ومدى حمايتها، هل هي حساسه كعضو؟ هل هو عضو حساس؟ ولا بنقدر نقول انه حساس ومحمي او حمايته ممكن تكون اعلى من هيك؟ اه هلا هل سبحان الله بالتكوين بالخلق رب العالمين القرنيه اللي هي الجزء الامام من العين هو أكتر جزء تقريبا حساس بالجسم، أكتر جزء في نهايات عصبيه عشان الاحساس اللي هو الجزء الأمامي, أمامي الجزء الامامي من منها الجزء الامامي ظاهر للخارج بالضبط أه. بالضبط هلا العين محميه بموقعها داخل الجمجمه هي أه. محاطه من كل الجهات بالعظم الا باستثناء أه. الجانب الخارجي على اساس يسمح بحركه العين أه. بالرؤيه وهي محميه بالجفون ومحميه بردات فعل عصبيه لحمايه العين اذا تعرضت لاي خطر بتتحرك بتحرك الراس كله بتحرك الجسم كله لحمايه العين اه يعني لما الواحد يشوف إشي جاي على على وجهه او بعينه بالضبط بتلاقي بتلاقي وجهه. العيون سكرت بتلاقي آه. الراس نزل لتحت بتلاقي زاح الراس كلياته عن مصدر الخطر في فعلا يمكن شو بيقولوا آه، غرفه اداره يعني هي تقريبا هي غرفه مراقبه آه، غرفه في مراقبه, مراقبة بالضبط غرفه مراقبه صح آه، طيب هلا آه، خبرتنا دكتور مشكورا يعني انت كنت الدليل الاول لنا في مواضيع حلقه اليوم يعني كنت المرجع الاول لنا واحنا بنشكرك كثير على حلو. تعاونك معنا اقترحت آه، علينا آه، بعض اهم الـ الـ النقاط المنتشره مهو. في الامراض البصريه بالمجتمع ومنها قلت لنا التنكس اللطخه الصفراء الشيخوخيه الشيخ او بنسميه ماكولر ديجنريشن ايج ريليتد ماكولر ديجنريشن بالضبط سيدنا هلا انا بصراحه متحمس في كم موضوع المشكله يغفل عنه الناس بياثر على الشبكيه بتلف الشبكيه بتلف العين اكتشافه أه. ما ما اتوه الناس, الناس. كثير متاخر فهذا بيسبب فانا عشان, عشان هيك حبيت احكي عن هذه المواضيع اه ما جدا انا اوافقك الراي لانه لما دورت بعد ما انت حكيت لي اغلبيه المواقع من اول المواضيع اللي بتطلعها بالاول سيرش باول صفحات تلاقيها هي هاي. هلا انا اسف جدا على المقاطعه آه بس فكرت انه بلشنا نحكي بالتنكس بدي اقول لك انه الاسم شوي صعب احنا اطباء يعني تنكس اللطخه الصفراء الشيخوخيه يعني لتحفظه زي ما إنتوا هو, <applause> هو صعب هو صعب هو صعب صدقا صعب كيف ممكن نحكيه بلغه مبسطه للناس عشان يفهموا عن ايش عم نحكي شو هو تنكس اللطخه الصفراء الشيخوخيه آه، اوكي سيدنا هلا احنا بدايه حكينا انه جزء واحد من اهم اجزاء العين م. اللي بتقدر تحكي انه <applause> ممكن نقدر نحكي انه اهم جزء في العين هي الشبكيه لانه هذا الجزء عباره عن جهاز عصبي واحنا زي ما بنعرف انه الخلايا العصبيه اذا تلفت لا تجدد لا تتجدد فهذه مسؤوله عن نقل الاشاره مركز الشبكيه بنسميه احنا اللطخه الصفراء هي المسؤولة من مركز الشبكية مركز يعني الشبكية. هاي القشرة الداخلية أعزائي المشاهدين اللي شفناها اللي بقفى الطابق المركز تبعها السنتر تبعها اللي بكثف هاي المعلومات كلها وباخدها هو اللطخه لطخة الصفراء آه. هي مسؤول احنا بنسميه مركز حده الابصار مم. هلا احنا بنشوف من اطراف الشبكية بس ما بتكون الصور واضحه فبتلاقي انه الواحد بتطلع على الشغله بحرك عيونه باتجاهها عشان يركز الصوره على اللطخه الصفراء اه عشان هيك انا هلا مثلا بتطلع عليك شايف اللوحه شايف اللي حواليك آه. بس, بس اذا بدي اشوف تفاصيل اللوحه, تفاصيل اللوحة بحق بدي اطلع عليها عشان هي هيك. تنزل الصوره على اللطخه الصفراء اوكي اوكي رح نستفيد مضبوط <applause> 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 فهذه هي اللطخة الصفراء، هذه هي مركز حدة الإبصار، مم. هذه تقريباً تقدر تحكي أهم جزء بالشبكية أها. هاي المسؤولة عن نقل الصور الدقيقة للدماغ عشان يقرأها ويفهمها مم. مشكلتنا إنه بصير في عنا في هذه المنطقة بالذات لأنه هي منطقة فيها الميتابوليكريت عالية النشاطات الأيضية فيها بتكون عالية جداً مم. فبيكون